السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم فور سيزونز ترول. حبينا نعمل ريفيو بسيط نوضح لحضراتكم الفرق ما بين الإكس فقط والإكس ماكس. ده نبتدي بالإكس ماكس. ده زي ما حضراتكم شايفين بيبقى 6.5 بوصة، حبينا نخش على الإعدادات. الجهاز بيبقى مطابق للأصلي تماما، مفيش أي اختلاف. خش على إمكانيات الجهاز، حضراتكم شايفين هنا نجرب مثلا سرعة النت. نحو الشباك بدقة ده أكبر صوت من الجهاز، بقية اللاعبين صوتي واضح وطريقة جدا تصديره لحضراتكم. لكل ما سبق ذكره خلال المباراة. إضافة شكل الجهاز بقى زي ما حضراتكم شايفين بيبقى مطابق للأصلي تماما. ده الفريم، فوليوم، ده سماعتين ورا. يعني ده بيبقى شكل الجهاز. جهاز بيبقى في أب ستور، نفس الأصلي تماما. الكاميرا الأمامية بتبقى 13 ميجا بكسل وخلفية بتبقى 16. ده بالنسبة للآيفون إكس ماكس. بالنسبة للآيفون إكس، جهاز زي ما حضراتكم شايفين ده بيبقى شكله طبعا مش نفس الحجم، بس بيبقى خط واحد. إكس ماكس بيبقى خطين. حبينا مثلا نخش على السيتنج، نفس شكل ايفون، نفس شكل الاوريجينال بالظبط، مفيش اي اختلاف. زي ما حضراتكم شايفين الجهاز سريع، مفيهوش اي حاجة، مفيش تهنيج، مفيش اي حاجة، نفس الاصل تماما. لو حبينا مثلا نجرب سرعة النت، برضه بيبقى عندي اب ستور. وبرضه بيبقى عندي جوجل بلاي. شكل الجهاز بيبقى كده، كاميرتين ورا، سماعتين، زر الفوليوم. ده كان ريفيو بسيط بنوضح لحضراتكم الفرق ما بين الاكس والاكس ماكس. بطلب المنتج برجاء التواصل على رسائل الصفحة او الارقام الموجودة على الصفحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.